السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في قناة نعيمة مون. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا شوية ديال الحوت والروز. إن شاء الله غادي نرافقوه بالروز مع الخضرة. لو غادي ناخد الحوت غادي نشرملو. بون كما العادة عندنا كان الثومة، شوية ديال الثومة، قزبر ومعدنوس، العطرية عندنا الكمون، بابريكا تحميرة، البزار، الملحة، غادي ندير شوية الزيت، هنا رجعت لكم. دابا ملي رقدنا الحوت خليته يترقد باش يشرب العطرية. غادي دابا ندير الغاز غادي باش نطيب الخضرة اللي غادي نحط فوق منها الحوت. درت البصلة غادي نخليها تشحر شوية، البصلة والفلفلات غادي الحمراء والصفراء والخضراء. غادي نزيد معاهم شويه خيزو ومطيشه من بعد، وغادي ندير فوق منهم الحوت، ندير الثومه، كزبر ومعدنوس، وبالنسبه للروز غادي نديرو هنا درت شويه زيت الزيتون، غادي ندير شويه القرعه وخيزو والبروكولي غادي نقليهم هنا، ومن بعد غادي نزيد عليهم الروز والعطريه. غادي ندير هادو ديجا فيهم العطريه مقادين، هادو ديال الروز وديال الخضره، وهذه العطريه اللي عندي ديال هاد المقله ديال الحوت. غادي نخليهم غادي نطيبهم شويه ومن بعد غادي نرجع لكم باش نوريكم من بعد كيفاش غادي يكون. دابا البنات غادي نخليهم حتى يطيبوا شويه مزيان، ومن بعد غادي نحط الحوت في هذه المقله ومطيشه، وملي غادي يدبر هذا الشيء يطيب شويه مزيان غادي نحط فوق منه الرز، وغادي نحط هاد هاد المقله الخضره فيها مزيان، خيزو، القرعه، البروكلي، هادي الفلافل، البصله، فيها كلشي ومطيشه الحوت. نورمالمون الماكله هادي تبارك الله يعني كامله بالحوت بالروز، ما محتاجاش حاجه ثانيه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله اليوم هاد الوصفه ديال اليوم ان شاء الله وتوجدوها. دابا غادي نزيد مطيشه هنا، غادي
غادي نزيد الحوت نكمل المقيشة شو طلقنا شوية لاصوص هلا نخليها دابا غادي نقص عليها البوطه ونخليها طيب على خاطرها نخلي الحوت يطيب ومن بعد ملي تبان ليا الخضره غادي نزيد فوق منها الرز الخضره اللي هنا غادي نزيد فوق منها الرز وغادي نزيد هذه والعطريه اللي بقات لي ديال الحوت هي غادي نزيدها هاد شويه ديال لاصوص اللي بقى لي هنا غادي نزيدوها مازالتي تيدبا البروكولي شويه عاد باش غادي نزيد الرز وغادي نزيد هاد لاصوص والرز دايره ليه يعني سلقه عادي سلقه عادي غادي ندير غير على حساب القياس باش ما يبقاش هاد لاصوص كدوب بوحدها فيها كلشي العطريه فيها كلشي هي ديال الخضره كاينين في السوبر مارشيات غادي نزيد شويه ديال القزبر والثومه هادو فيهم ديال الاعشاب طيبين دابا غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم على بوطه مهيله باش يهبط لاصوص ما كيش يطيب على خاطرها الرز حتى هو غادي الخضره تطيب على خاطرها ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزوا للتقديم البنات هادشي اللي درت ان شاء الله كنتمنى تعجبكم هادشي اللي درت اليوم نتمنى يعجبكم ودابا غادي نوريكم ملي طابنا الحوت والرز غادي نوريكم النتيجه النهائيه هذا هو الحوت ديالنا غادي نخليه هنا في المقله ديالو هكا والرز غادي نقدمه في الطاسه ان شاء الله هذه هي النتيجه النهائيه ديال الرز والحوت ديالنا عادي مع الفلفله ومطيشه يعني لاصوص ان شاء الله غادي تكون بنينه وغادي تعجبكم ماشي شي حاجه اللي كثيره وسهل وماكله كامله والى عجبتكم الطريقه ديالتي هذه والى عجبكم عجبتكم القناه وعجبكم هذا الشيء اللي كندير نتمنى تشتركوا معايا وديروا لي جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد وان شاء الله تقريبا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نصوب لكم لا باتا شو باش ديروا لي زيكلير ولي شو من الطريقه من الوصفات اللي كنديروا في سونتر فورماسيون داكشي اللي كنقرا عليه يعني الطريقه غادي تكون مزيانه ومضبوطه يعني ماشي مضبوطه من عند الاستاذ اللي كيقرينا على الباتيسري
وكنتمنى يعجبكم الحال وبسلام عليكم ان شاء الله الفيديو الجاي ما تنسوش ديروا لي اشتراك